دلوقتي بقى نشوف مع بعض بقيه المأكولات البحريه. 95 زي ما احنا شايفين ده اللوك بلح البحر. دي البطارخ البوري، وده اللي هو بيض الصوبيا. ده بيض صوبيا بلدي برضه، بيض صوبيت او بيض صوبيا. ده بيض صوبيت بلدي بيسموه بورسعيد لا مؤاخذه. بكام الطبق ده؟ الطبق ربع كيلو عامل 50 جنيه. وده البطارخ بتاعت البوري، بوري بلدي برضه. بكام ده؟ الربع كيلو عامل 80 جنيه. في الموسم كنا بنبيع 70 جنيه، بس احنا دلوقتي الموسم خلص. وده بلح البحر اهو. ده بلح البحر مستورد. فين الغطا التاني؟ لا ده الطبق بيتباع كبير كده، بيجي الكيلو النص بس، الكفرايه اللي هي فيها اللحم بس، الكفر التاني ما بتتنزلش. بكام بقى؟ ده الربع كيلو عامل 50 جنيه. 50 جنيه. ده جندفلي. ده جندفلي الحبايه الكبيره بتاع الانبت. ده الكيلو عامل 50 جنيه. تمام. هنيجي هنا بقى للطباره. دي كام الطباره؟ الطباره عامله 40 جنيه، 45 بالشوك. سمك كبير ما شاء الله برضه عليها. ممكن نيك بقى وريك الشعور والجنب. حاضر افرجك على كل حاجه. الجايه عامله 145 يا عم. الكبره سمينا ما شاء الله عليها، عامله 40 جنيه. عندي بقى الشعور بقى الحر بتاع السويس ده، النور ده مهند. ما شاء الله الجوده باينه جدا. بكام الكيلو ده؟ الكيلو عامل 150 جنيه لان احنا مش في الموسم بتاعه والتصدير اشتغل تاني. 150 جنيه. وده الكاليماري اهو. دي الكاليماري جماعه، دي الكاليماري السوبر دي الحجم الكبير. بكام الكاليماري؟ الكاليماري عامله 100 جنيه حاجه، بسم الله ما شاء الله عليها. ايه حاجة ما شاء الله سوبر برضه، في عز الوقفة برضه بنحاول نشكل الفرش يبقى فيه كل حاجة. واللوت ده ايه؟ ده اللوت ده مزارع، بس انضف مزارع، ده بتاع بورسعيد، عامل 65 جنيه، عامل 60 جنيه بس 65 بالشق بالتنظيف. 60 جنيه اللوت. والدنيس ورونا بعد اذنك. دنيس ده برضه مزارع. بكام الدنيس؟ عامل 120 جنيه، ده الاثنين في الكيلو. اثنين في الكيلو. واخر حاجة هناك ده في عندي الصدف. الصدف ده اجمد حاجه للفيليه او الجزر برضو بيتقلي بيتعمل صواني، وفي بقى ناس بتفضل تعمله فيليه عشان الاطفال وكده، ده جميل قوي برضو. ده الكيلو عامل 90 جنيه. في عندي بقى النهارده التونه بيضه، ده السمك ده بتاع التصدير. دي سمكه التونه. التونه بيضه اوريك عليها بقى، افرجك عليها متنضفه دلوقتي. هنشوفها بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده، في حلقه منفصله طريقه تنظيف سمكه التونه. بكام الكيلو فيها؟ ده الكيلو بتاعها عامل 30 جنيه النهارده، عندنا عاملين عليه عرض ب 30 جنيه، ده لحم صافي اهو. حاجه ما شاء الله عليها. تبقى جميله قوي دي، سمكه غنيه بالاوميجا 3 ده. ده مليانه اوميجا 3، دي اللي ياخدها على بعض؟ لا ممكن عايز في كده وفي كده، على بعضيها الكيلو ب 30، لحم صافي الكيلو ب 60. لحم صافي الكيلو ب 60؟ ده ماكريل النرويجي اصلي ده. ده الماكريل النرويجي ده، السمك الكبير. حاجة ما شاء الله عليه. ده برضه سمك غني بالاوميجا 3. ده الكيلو بنبيعه كده على بعضيه مقفول، مشوي سنجاري 50 جنيه. 50 جنيه بالشوي. سنجاري. يبقى دي الأسماك الغنية بأوميجا 3، سمكة الماكريل وسمكة التونة. كان في بلاميطة بس خلصت والله عشان بس. طبعا ما فيهاش يعتبر فاضي، ما فيهاش سمك. إيه الأنواع التانية اللي أنتوا مش جايبينها النهاردة وبتجيبوها دايماً؟ بص احنا عندنا شعار واحد في المحل بتاعنا، كل اللي نفسك فيه عند أبو علاء تلاقيه. إن شاء الله. بفضل الله يعني. احنا شغالين في كل حاجه. مكانكم فين هنا؟ شارع بنك اسكندريه بعد شركه مايوه بتاعت مستحضر التجميل في زرب. لحد الساعه كام شغالين؟ لحد الساعه 6 كده. ممكن رقم التليفون؟ وفي خدمه ديليفري ولا لا؟ عندنا رقم التليفون؟ عندنا رقم التليفون 010-10-462-467 او 010-97-200-576. ده ارقام الديليفري؟ وارقام المحل هنا؟ يا اما التليفونات دي بتاعت المحل محدش بيروح فيها. تمام. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا. ودي كده كانت تشكيله الاسماك والمأكولات البحريه اللي موجوده عند حضرتك ابو علاء. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده تكونوا استفدتم منه، ويا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.